أقامت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلب اليوم معرضاً فنياً تشكيلياً بعنوان من تشرين التصحيح إلى كانون التحرير. اللوحة اللي هون موجودة بتعبر عن بطولات الجيش العربي بأرض الجولان حين لحظة دحم العدو والدفاع عن أرض الجولان. وعندي اللوحة الثانية كمان بتحكي عن أم الشهيد ومعاناتها. لحظة استقبال أم الشهيد ابن الشهيد بالعلم السوري، وأنا بوجه تحية كتير كبيرة لأمهات الشهيد. هاي لوحتي للفنان ديريك بوتس، هي نسخ لوحة فلامنكية للعصر الفلامنكي، وبس كان هي بس تجربة، أول تجربة عن رسم البورتري ونسخ اللوحة. مشاركات حلوة كتير، عم نشوف لوحات مختلفة، ألوان كمان مختلفة، بطريقة فنية جديدة رسمين على انه الطلاب والطالبات. معرض يعني حلو مرتب. المعرض كتير حلو، فيه رسمات كانت كتير رائعة من الحرب، يعني في نوع من الإبداع. معرض حلو، بيحكي عن انتصارات تشرين وعن الأزمة والحرب اللي صارت خلال هالثمان سنين بسوريا. المعرض هو بمناسبة انتصارات حلب تحت عنوان من تشرين التحرير إلى كانون الانتصار. طبعا على فترة 3 أشهر كنا عم نشتغل مع طلابنا مع بداية العام نحو إعادة إحياء وتأثير الطالب بالموضوع الوطني، الموضوع القومي، الموضوع الحياتي أيضا اللي عاشوا بمدينة حلب، إعادة إنتاجه إبداعيا بشكل يعطي الأبعاد الإبداعية والتصويرية بهذا الموضوع.